عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد لحريق هائل في لاهوفر بفرنسا، إحدى المستودعات في فرنسا. اشتعلت اليوم بنيران كبيرة وحرائق عمت وأفزعت كثيرا من الناس. اندلع حريق هائل في مستودعات مهجورة في لاهوفر سين ماريتايم بفرنسا اليوم السبت، فيما بث العديد من وسائل الإعلام الفرنسية مقاطع فيديو وصورا تسرد لحظة اندلاع الحرائق في مستودع لاهوفر الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا. ونشب الحريق الضخم في مصنع قديم مغلق من عام 1997، وشوهدت أعمدة الدخان تنبعث في سماء المدينة، فيما واصل فريق الإطفاء محاولاتها للسيطرة على الحريق، وتم إرسال مروحية دراكون للأمن المدني. وبحسب بيان صحفي صادرا عن المسؤولين في محافظة السين البحرية نقلته فرانس 3، يشير إلى أنه لا يوجد ضحايا في الوقت الحالي وأن الحريق لن يهدد أي منازل. ومع ذلك تم إخلاء مبنيين سكنيين بسبب تصاعد الدخان بشكل كبير، فيما طلب رجال الإطفاء من مجلس المدينة توفير صالات للألعاب الرياضية تتسع لما يصل إلى 200 أو 300 شخص حسب ما ورد في هذا الخبر. وأيضا كما ذكر في التلفزيون المحلي، بينما تعطلت وسائل النقل العام بالمنطقة المحيطة بالحريق. هذه الحرائق التي اندلعت بفرنسا ممكن أن تكون نتيجتها شخص متعمد، وأن الشرطة تبحث عنهم، هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل. هذا احتمال، واحتمال أن يكون هذا العمل صادر عن انبعاثات إشعاعات في هذه المستودعات في لاهوفر الفرنسية. هذه المدينة تعتبر بأنها مدينة مخلفات أو كيماويات. وهذا المستودع كما ذكرنا بسنة 1993. ويذكر أيضا بأن فرنسا كانت قد تعرضت لمثل هذه الحرائق سابقا، وقد تكرر هذا سنة 2020. إلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام هذه الحلقة من الحرائق الموجودة بفرنسا. ربنا يستر ويبعد عن الجميع الشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد لحريق هائل في لاهوفر بفرنسا، إحدى المستودعات في فرنسا. اشتعلت اليوم بنيران كبيرة وحرائق عمت وأفزعت كثيرا من الناس. اندلع حريق هائل في مستودعات مهجورة في لاهوفر سين ماري تايم بفرنسا اليوم السبت، فيما بث العديد من وسائل الإعلام الفرنسية مقاطع فيديو وصورا ترصد لحظة اندلاع الحرائق في مستودع لاهوفر الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا. ونشب الحريق الضخم في مصنع قديم مغلق من عام 1997، وشهدت أعمدة الدخان تنبعث في سماء المدينة، فيما واصل فريق الإطفاء محاولاتها للسيطرة على الحريق، وتم إرسال مروحية دراكون للأمن المدني. وبحسب بيان صحفي صادر عن المسؤولين في محافظة السين البحرية نقلته فرانس 3، يشير إلى أنه لا يوجد ضحايا في الوقت الحالي وأن الحريق لن يهدد أي منازل. ومع ذلك تم إخلاء مبنيين سكنيين بسبب تصاعد الدخان بشكل كبير، فيما طلب رجال الإطفاء من مجلس المدينة توفير صالات للألعاب الرياضية تتسع لما يصل إلى 200 أو 300 شخص حسب ما ورد في هذا الخبر. وأيضا كما ذكر في التلفزيون المحلي، بينما تعطلت وسائل النقل العام بالمنطقة المحيطة بالحريق. هذه الحرائق التي اندلعت بفرنسا ممكن أن تكون نتيجتها شخص متعمد، وأن الشرطة تبحث عنهم، هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل. هذا احتمال، واحتمال أن يكون هذا العمل صادر عن انبعاثات إشعاعات في هذه المستودعات في لاهوفر الفرنسية. هذه المدينة تعتبر بأنها مدينة مخلفات أو كيماويات. وهذا المستودع كما ذكرنا بسنة 1993. ويذكر أيضا بأن فرنسا كانت قد تعرضت لمثل هذه الحرائق سابقا، وقد تكرر هذا سنة 2020. إلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام هذه الحلقة من الحرائق الموجودة بفرنسا. ربنا يستر ويبعد عن الجميع الشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد لحريق هائل في لاهوفر بفرنسا، إحدى المستودعات في فرنسا. اشتعلت اليوم بنيران كبيرة وحرائق عمت وأفزعت كثيرا من الناس. اندلع حريق هائل في مستودعات مهجورة في لاهوفر سين ماري تايم بفرنسا اليوم السبت، فيما بث العديد من وسائل الإعلام الفرنسية مقاطع فيديو وصورا ترصد لحظة اندلاع الحرائق في مستودع لاهوفر الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا. ونشب الحريق الضخم في مصنع قديم مغلق من عام 1997،
وشوهدت أعمدة الدخان تنبعث في سماء المدينة، فيما واصل فريق الإطفاء محاولاتها للسيطرة على الحريق، وتم إرسال مروحية دراكون للأمن المدني. وبحسب بيان صحفي صادر عن المسؤولين في محافظة السين البحرية نقلته فرانس 3، يشير إلى أنه لا يوجد ضحايا في الوقت الحالي وأن الحريق لن يهدد أي منازل. ومع ذلك تم إخلاء مبنيين سكنيين بسبب تصاعد الدخان بشكل كبير، فيما طلب رجال الإطفاء من مجلس المدينة توفير صالات للألعاب الرياضية تتسع لما يصل إلى 200 أو 300 شخص حسب ما ورد في هذا الخبر. وأيضا كما ذكر في التلفزيون المحلي، بينما تعطلت وسائل النقل العام بالمنطقة المحيطة بالحريق. هذه الحرائق التي اندلعت بفرنسا ممكن أن تكون نتيجتها شخص متعمد، وأن الشرطة تبحث عنهم، هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل. هذا احتمال، واحتمال أن يكون هذا العمل صادر عن انبعاثات إشعاعات في هذه المستودعات في لاهوفر الفرنسية. هذه المدينة تعتبر بأنها مدينة مخلفات أو كيماويات، وهذا المستودع كما ذكرنا بسنة 1993. ويذكر أيضا بأن فرنسا كانت قد تعرضت لمثل هذه الحرائق سابقا، وقد تكرر هذا سنة 2020. إلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام هذه الحلقة من الحرائق الموجودة بفرنسا. ربنا يستر ويبعد عن الجميع الشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد لحريق هائل في لاهوفر بفرنسا، احدى المستودعات في فرنسا. اشتعلت اليوم بنيران كبيرة وحرائق عمت وافزعت كثيرا من الناس. اندلع حريق هائل في مستودعات مهجورة في لاهوفر سين ماريتايم بفرنسا اليوم السبت، فيما بث العديد من وسائل الإعلام الفرنسية مقاطع فيديو وصورا ترصد لحظة اندلاع الحرائق في مستودع لاهوفر الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا. ونشب الحريق الضخم في مصنع قديم مغلق من عام 1997، وشوهدت أعمدة الدخان تنبعث في سماء المدينة، فيما واصل فريق الإطفاء محاولاتها للسيطرة على الحريق، وتم إرسال مروحية دراكون للأمن المدني. وبحسب بيان صحفي صادرا عن المسؤولين في محافظة السين البحرية نقلته فرانس 3، يشير إلى أنه لا يوجد ضحايا في الوقت الحالي وأن الحريق لن يهدد أي منازل. ومع ذلك تم إخلاء مبنيين سكنيين بسبب تصاعد الدخان بشكل كبير، فيما طلب رجال الإطفاء من مجلس المدينة توفير صالات للألعاب الرياضية تتسع لما يصل إلى 200 أو 300 شخص حسب ما ورد في هذا الخبر. وأيضا كما ذكر في التلفزيون المحلي، بينما تعطلت وسائل النقل العام بالمنطقة المحيطة بالحريق. هذه الحرائق التي اندلعت بفرنسا ممكن أن تكون نتيجتها شخص متعمد، وأن الشرطة تبحث عنهم، هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل. هذا احتمال، واحتمال أن يكون هذا العمل صادر عن انبعاثات إشعاعات في هذه المستودعات في لاهوفر الفرنسية. هذه المدينة تعتبر بأنها مدينة مخلفات أو كيماويات. وهذا المستودع كما ذكرنا بسنة 1993. ويذكر أيضا بأن فرنسا كانت قد تعرضت لمثل هذه الحرائق سابقا، وقد تكرر هذا سنة 2020. إلى هنا سيداتي وسادتي، نصل إلى ختام هذه الحلقة من الحرائق الموجودة بفرنسا. ربنا يستر ويبعد عن الجميع الشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد لحريق هائل في لاهوفر بفرنسا، إحدى المستودعات في فرنسا. اشتعلت اليوم بنيران كبيرة وحرائق عمت وأفزعت كثيرا من الناس. اندلع حريق هائل في مستودعات مهجورة في لاهوفر سين ماريتايم بفرنسا اليوم السبت، فيما بث العديد من وسائل الإعلام الفرنسية مقاطع فيديو وصورا تسرد لحظة اندلاع الحرائق في مستودع لاهوفر الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا. ونشب الحريق الضخم في مصنع قديم مغلق من عام 1997، وشوهدت أعمدة الدخان تنبعث في سماء المدينة، فيما واصل فريق الإطفاء محاولاتها للسيطرة على الحريق، وتم إرسال مروحية دراكون للأمن المدني. وبحسب بيان صحفي صادرا عن المسؤولين في محافظة السين البحرية نقلته فرانس 3، يشير إلى أنه لا يوجد ضحايا في الوقت الحالي وأن الحريق لن يهدد أي منازل. ومع ذلك تم إخلاء مبنيين سكنيين بسبب تصاعد الدخان بشكل كبير، فيما طلب رجال الإطفاء من مجلس المدينة توفير صالات للألعاب الرياضية تتسع لما يصل إلى 200 أو 300 شخص حسب ما ورد في هذا الخبر. وأيضا كما ذكر في التلفزيون المحلي، بينما تعطلت وسائل النقل العام بالمنطقة المحيطة بالحريق. هذه الحرائق التي اندلعت بفرنسا ممكن أن تكون نتيجتها شخص متعمد، وأن الشرطة تبحث عنهم، هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل. هذا احتمال، واحتمال أن يكون هذا العمل صادر عن انبعاثات إشعاعات في هذه المستودعات في لاهوفر الفرنسية. هذه المدينة تعتبر بأنها مدينة مخلفات أو كيماويات. وهذا المستودع كما ذكرنا بسنة 1993. ويذكر أيضا بأن فرنسا كانت قد تعرضت لمثل هذه الحرائق سابقا، وقد تكرر هذا سنة 2020. إلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام هذه الحلقة من الحرائق الموجودة بفرنسا. ربنا يستر ويبعد عن الجميع الشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد لحريق هائل في لاهوفر بفرنسا، إحدى المستودعات في فرنسا. اشتعلت اليوم بنيران كبيرة وحرائق عمت وأفزعت كثيرا من الناس. اندلع حريق هائل في مستودعات مهجورة في لاهوفر سين ماريتايم بفرنسا اليوم السبت، فيما بث العديد من وسائل الإعلام الفرنسية مقاطع فيديو وصورا تسرد لحظة اندلاع الحرائق في مستودع لاهوفر الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا. ونشب الحريق الضخم في مصنع قديم مغلق من عام 1997، وشوهدت أعمدة الدخان تنبعث في سماء المدينة، فيما واصل فريق الإطفاء محاولاتها للسيطرة على الحريق، وتم إرسال مروحية دراكون للأمن المدني. وبحسب بيان صحفي صادرا عن المسؤولين في محافظة
السين البحرية نقلته فرانس 3، يشير إلى أنه لا يوجد ضحايا في الوقت الحالي وأن الحريق لن يهدد أي منازل. ومع ذلك تم إخلاء مبنيين سكنيين بسبب تصاعد الدخان بشكل كبير، فيما طلب رجال الإطفاء من مجلس المدينة توفير صالات للألعاب الرياضية تتسع لما يصل إلى 200 أو 300 شخص حسب ما ورد في هذا الخبر. وأيضا كما ذكر في التلفزيون المحلي، بينما تعطلت وسائل النقل العام بالمنطقة المحيطة بالحريق. هذه الحرائق التي اندلعت بفرنسا ممكن أن تكون نتيجتها شخص متعمد، وأن الشرطة تبحث عنهم، هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل. هذا احتمال، واحتمال أن يكون هذا العمل صادر عن انبعاثات إشعاعات في هذه المستودعات في لاهوفر الفرنسية. هذه المدينة تعتبر بأنها مدينة مخلفات أو كيماويات. وهذا المستودع كما ذكرنا بسنة 1993. ويذكر أيضا بأن فرنسا كانت قد تعرضت لمثل هذه الحرائق سابقا، وقد تكرر هذا سنة 2020. إلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام هذه الحلقة من الحرائق الموجودة بفرنسا. ربنا يستر ويبعد عن الجميع الشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.